السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو الطنجاوي. وموضوع اليوم واش تينا مع كريدي او لا لا، ولا حسستي فلوس واش كاين اللي عايصلف لك؟ الا كاين طاقة في كومونتير. السلام عليكم خي مراد، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي. انا شفت سك جالس قلت 100% مراد كيفكر في شي كريدي، واش سبق لك ما نساش كريدي يا مراد؟ لا عمري درت شي كريدي الحقيقه، ما عارف زعما الخطوات ولا داكشي ديال البنكه ولا تاخذ كريدي، يعني ما عندكش ديك فكره كريدي مار؟ لا. نقولوا مراد جا واحد النهار وقفتي على فلوس وتزيرتي لما نعصعيط، شنو نقول لك؟ نشوف شي شي 500 درهم 500 درهم نشوفوا الاخ ولا شي صديق اقول لي بغيتك خي تسلف لي واحد 500 درهم 500 درهم مراد كتحكي عليا وال باش ما كايناش كاع ناش في الدعوه ولا باش كتحكي على راسك 200 درهم وفينا هي تدرهم وحده والو نجمه صافي يا اخي سير على الله تنعاود نهضر معك سير على الله انت الخاوه ديالك وما يسلفكش عاد تقول لي البنكه ولا مسكين قال لك درهم واحد ما كاينش انت هو بحرام ديبان الله يرزق الجميع هادشي اللي يعني الانسان في هذا الوقت على من يعول؟ يعول على راسه يجمع الراسو يخدم الراسو يدير شي حاجه لراسو ما اخوك ولا راه ما يعقلش عليه دو ملي وصلنا مسنانا نشوفوا الدراري واش كيطلقوا بياس بالكريدي السلام عليكم خاو ديالي مزيان مرحبا بارك الله فيك كيف سينا مزيان غادي نسقسيك واش سبق لك عملت كريدي لا والو وعلاش ما نقدرش امور تتحاشم ما نقدرش نعمل كريدي واخا عرضت عليا البنكه باش ندير كريدي والو قلت لهم انا ما نقدرش نتحاشم معاك لي علاش قلت له انا ما انا اليوم خدام غدا ما خدامش ما نقدرش ندير معاكم كريدي انت الخاف بزاف ونسينا خاو ديالي ملي كيجي عندك شي واحد يقول لك صاروا بالكريدي تشواكت بالكريدي لا والو ما نقدرش بالكريدي على حساب محل مسؤوليه انت عارف مسؤوليه صعيبه بزاف انت سبق لك وقفتي على شي كريدي لا والو ما سبق لي شي وقفت على كريدي واش غنقول لك بالنسبه لكريدي كيحاشم بزاف احسن حاجه الا بغيتي تخسر صاحبك سلفو هذه هي الهضره لو بغيتي تخسر صاحبك سلفو من الاخر ما تبقاش تشوف شوف كريدي واخا كريدي ب 20 درهم والله لا عاود رجع عندك كتخسر كليان ديالك فهمت احسن حاجه هي بنادم عندك خلص ما عندك شي اسمح لي يا اخي شو دابا حنا عملوها مع بعض تيصنا تعيط لشي صاحبك قول له ما حسبش شي 1000 درهم صافي ماشي الصديق ديالي غنجرب الخاوه ديالي الله 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 خاوه ديالي شنو هو الاسم ديالي اسمي شوعي دابا شعيب قال ما يعيطش نصاحبو قال عيط الاخ ديالو يقول انا محتاج شحال غتقول له؟ نقول له محتاج 50000 50000 صافي الو السلام عليكم وعليكم السلام فين وداع مزيان؟ شنو هانيه؟ الله يحفظك شنو؟ اجي نقول لك محتاج 500 درهم محتاج 500 درهم؟ دابا علاش؟ دابا مزير فيه دابا دابا فين انت؟ انا لقيتيني في الحانوت اجي عندي الحانوت يلا شكرا سلام عليكم فين اخوتي مزيان انا الغزال الله يرحم بابك ابراهيم مزيان هادشي كامل عملنا معك هي تجربه اجتماعيه ياك اخو اي والله وسبحان الله العظيم تلاقيتو هي بصدفه قلت له من صعيط قال انا عندي الاخ ديالي واللي نقدر نعيط له يفكني الله يرحمه صدق دابا جبتي معك 500 درهم ولا عاد ما جيت عندي 500 درهم اخويا جبده جبده صافي ها هي خاو ديالي والله انا قلت لك انا قلت لك الرجل وعاد شوق قال لي مسكين شرا واحد الطونوبير ماكينه عين ميكانيك تريسيان ان شاء الله خرج من عند الميكانيك حق الله العظيم الا ان شاء الله تحركت من عنده ها هي خاو قلت هي اللي بقى سيدي انا ضم العقل هي اللي عندي 500 درهم 500 درهم هي اللي عندي ملي تصرف تقاتق ملي عيط لك دابا ما تخليكش الشيكه ولا لا لا انا قلت 500 درهم قلت يمكن عنده شي بانت له شي بياسه عايشريها في الزنقه ولا ما نعرف قلت ما نعرف يمكن وقعت له شي بياسه هذاك الشيء على الصونالي انت نعم ما تعطلتيش انا كنت بوخالف او دابا جبنا لكم بوخال بوخال جيت والله العظيم خل... لا خاو ديالي عزيز عليا ما نقدرش واخا يطلب لي 10000 درهم نعطيها له في هذه الساعه تبارك الله عليك يا والله خاو ديالي عندي خوتي في الدم يا انا خوتي ما نقوزهمش مره توا قالوا نفس اللي قالوا لا خوتي عندي في الدم كاملين بيهم يا انا الكبير ديالهم اي واحد صونالي قال لي خصني شي حاجه واخا يكون تحت الارض نجي لعنده
تبارك الله عليك، والله الا تبارك الله عليك. الارض نجي لعندو، علاش خوتي فهمتيني بحال لي انا اللي ربيتهم على يدي، كيسمعوا لي الهضره ديالي فهمتيني. ما اذا قلت له ما تمشيش ديك الموطع ما يمشيش، واخا هو صحيح عليا ولكن انت عقال عليه، ولكن انا عقال عليه فهمتيني، واخا هو صحيح ماشي هو، حتى وحدين اخرين عاود كاملين بهم كيحترموني كنحترمهم بلا ما نقول لك تينا عارف فهمتيني. ما جلستي في الطوموبيل كتعيط كتقول له اجي كنقول له اش عندك، ما نعرف قلت ما نعرف يكون شي بلان عاود خلاني، حيت اش كيقول لي دابا على الدار لعندي دابا اجي لعندي، قلت ما نعرف توقع شي دراما عاود فهمتيني، خصني ضروري نجي. سمحنا بزاف على الدمنا، شكرا بزاف، الله يرحم باباك والديك تعبونا مع هاد الغزال هذا من اطيب الخلق، الله يعزك الله يرحم والديك، اطيب الخلق الله، كلشي بحال بعضهم، ولكن انا عندي خوتي في الدم وحتى العائله ديالي ماشي مع خوتي وحتى مع العشرين، العشرين ديالي اقسم بالله يصوني لي ولا انا نوقف عليه ما كنقوزوش بعضنا، والحمد لله هادشي فهمتيني، هادشي على التربيه ولا الله يلاقينا مع احسن منا والسلام. هادشي اللي عم نقول لك بزاف كان نهار كبير، انا نجي شو نجي اسمح لي صافي الله يعليه سمحنا، اقسم بالله الا ما نجي كنرتاح فهمتيني، والله العظيم الا ما نجي كنرتاح كنقوم شي شني واقع ما كنساليش هادشي اخويا. شو حنا قلنا له يعيط لك ديك الساعه ونقول له صافي، يعني حنا عملنا معك تجربه استماعيه، قال لي لا خليه يجي خليه، لا لا ما نقدرش، هو عارف شني كاين ما نقدرش يقول لي، والله العظيم شحال ما قال لي نجي لعنده. شني قلتي لي انت؟ قلتي لي صوني صاحبك، شني قلت لك انا؟ صوني واش بغا يشوف فيديو، قلت لك عن صوني الخاوة ديالي، قلت لك انا خايف فيه صاحبي، فيه شنو نقول لك، فيه الاب ديالي فيه الام ديالي فيه كل شيء، حنا تربينا بعضنا الله يرحمهم وكنحترموا بعضنا، والله العظيم شنو نقول لك، انا راه عندي خير ماشي غير خير بابا حق الله العظيم، الحمد لله الحمد لله، الله يرحم بابا، شكرا لكم تحياتي، اهلا وسهلا، تسخروا من عندنا، مرحبا بكم مسنانا، اي واحد جا مسنانا قدم شركه العامه، قدم شركه العامه، مرحبا مرحبا. محمد زهير دابا تشوف شي صديق ديالك ولا تعيط له وتطلب منه قول له محتاج ب 500 درهم وشوف واش عيطيها لك. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عز الدين هانيا. ولا هذا زهير هذا؟ وي اخويا الله يحفظك. مزيان بخير. وي اسمح لي اخويا عيطت لك في هذه الساعة دابا. ما كانت مشكل أي وقت أي وقت أصلا. الله يرحم الوالدين، أخويا عز الدين والله إلا احتاجي 600 درهم بغيتك تصيفط لي فيها فكاش. دابا. ولا كاش بليس اللي عندكم تما. واش نتا سواحد ولا مزال مزير فيها، صيفط لي في حساب، انا صيفط لك النمره، صيفط لك النمره ديال الكارت اللي عزك. وشوف انا نمشي نشوف فهمتي، هذا بالغدا هي في كاستريس. واش واش زرب زرب اخويا زرب الله يرحم الوالدين، 600 درهم خصك تصيفط لي 600 درهم، انا مزير بها دابا اخويا والله، ها التليفون طاح لي. لا 12 افريل صافي، الله يرحم الوالدين يلا بارك الله فيك. هاد السيد عزيز عليا هو عنده ثنا وري مشاي دابا الحمد لله مشاي صيفط نعيطوا له نقولوا له شنو اسمح لي خويا عز الدين صافي الله يرحم الوالدين، حنايا دابا ندير لك واحد التجربه اجتماعيه اليوم وصدقتي معنا اليوم، شاركتي معنا في واحد الكاميرا خفيه والله الا مرحبا، انا من طنجه، سميت صفحه طنجاوي 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 راس عالي والله العظيم. ها هو السلام عليكم. وعليكم السلام. هو الصراحه شكرك قبل ما يعيط لك، قلت له علاش خسرت هذا السيد هذا، قال لي هذا السيد هذا اللي الصراحه الصديق ديالي واخ ديالي اللي غادي نعيط له، وانا متاكد مليون في المية غادي يصيفط لي، صدق تبارك الله عليك ما خيبتيش الظن ديالو فيك. جوهر فهمت انا في الصديق ديالي جوهر اخويا الله يخليكم بعطيسكم والله العظيم ماشي حقه هذه فهمتي، والله العظيم بغيت تحط لي من بوكي تشارجر وشفتي وين سيشوني وجدت لي النمره غريبه. اييه النمره ديالي. شنو اللي بغيت عرفتو؟ تبارك الله عليك، هذه هي الصداقه اخي، تبارك الله عليك وشكرا بزاف. شافنا شحال ما بغا نطير. تبارك الله عليك، هو داك الشيء اللي قال، داك الشيء اللي قال. اخي حمدان بيني وبينك شنو كيبان لك في الكريدي؟ اخي كريدي اخي الصراحه صعيبه بالنسبه لنادي معمل كريدي ويعني وما عندوش شي تجاره يبني عليها مثلا يعني يكون كيحرك مثلا بروجي ديالو مثلا ولا هذاك ماشي مشكل، المهم بنادم ولا نقول لك بنادم اللي كيعمل كريدي وكيشري الدار صعيب اخي الصراحه، هذا كيمحل راسو وكي ويعني فهمتني يعني كيزين راسو في الحياه اخي ديالو، وهذا من الاحسن بنادم يمشي بشويه بشويه وما يدخلش للريبه وما تابعه، والا كان بنادم كريدي اذا مثلا عائله ولا هذاك ماشي مشكل الصراحه. سبق لك تنعمل شي كريدي ولا وين؟ اخي عاملوا مع الناس بيني وبينهم فهمتني يعني ما كاينش شي بانكا لا بانكا لا، حنا اصلا التجاره ديالنا دابا
يعني بنادم الشيكات وهذيك المهم انت كتهرب واحد مغرقه متجاه اخر غنشوفوا صاحبك نشوف السلام عليكم. وعليكم السلام. واش سبق لك عملتي كريد؟ لا ولا لا لا صعيب صعيب كريدي ما نقدروش عليها خايب ودابا كنسمعوا الطوموبيل بالكريدي ضرب الكريدي كلشي رجع بالكريدي دابا الله يستر والسلام المهم الله يرزقنا وصافي. فينا شي حاجه في عقلك خصك تعدلها بكريدي؟ واش غنقول لك كاينه فكره ولكن كريدي ما قدرش ما قدرش يرزقنا الله والسلام. سبق لك غرقتيها شي نهار؟ لا والو ممنوع كريدي في المغرب. علاش زعما؟ صعيب. دابا شي نهار وقفتي على فلوس وخصك ضروري تمشي تستعمل الكريدي لما عاد تقصد الدار كبيره اللي بحال اللي شفتي محمد تقصد الدار كبيره لا هو فهمتي العائله تقصد العائله شي واحد كتعرفه مدبر على راسه ما تحش يمشي معاه وكنصح كنصح كنصح المغاربه ولا اللي ما يمشيوش للبنكا الريبا هذه بلا ما يمشيوش للمؤتمر لا ميزه المؤتمر لان ما فيها لا بركه لا زكاه كما كيقولوا الوالدين ديالنا وجدودنا اللي تربينا عليها. كما شفتوا كان هذا هو فيديو ديال اليوم ونتلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.